محمد محمد عبد الله. اهلا بك يا حماد. احنا هنا في منفذ ايه؟ في منفذ البساتين. تابع لوزارة؟ تابع وزارة التموين. طب انا شايف في لحوم قدامي اهي. لحوم سوداني ب 285 جنيه. تمام. لحمة نظيفة. لحمة مذبوحة طازة. تتشافى وتتباع للمواطن ب 285 جنيه. ال 285 جنيه ده سعر اقل من بره؟ اقل من بره بكتير. تمام. لحمة بصلاة على النبي. كلمني عن جودة اللحمة. جودة اللحمة دي يعني جودة فوق الخيال يعني. تمام. وهي طازة. هي طازة مذبوحة كده في المجزر صاحية. مذبوحة في المجزر وبنشفيها وبنبيعها للمواطن. المواطن لما بيجي لك المنفذ هنا انت محدد له كميه اللحمه اللي ياخدها ولا بياخد زي ما هو عايز؟ بياخد اللي هو عايزه. لحمه كتيره وموجوده عندنا واللي هو عايزه هيطلبه ياخده. بمناسبه ان عيد الاضحى قرب، مستعدين للمواطن ياخد اللي هو عايزه. موجوده كميات كبيره. متوفره كميات كتيره عندنا هنا. طيب من حق المواطن يقول لك والله انا عايز لحمه سن، انا عايز لحمه اللي هو عايزه، احنا علينا ليه؟ مش هنتاخر معاه في اي حاجه. بالنسبه للحمه جميله اهي، مش في صلاه على النبي يعني. طب في ايه تاني في المنفذ غير اللحوم ممكن تبيعه؟ في عندنا فراخ. ممكن توريني الفراخ؟ اهو يا ريس. في عندنا بنين اول اهو. ده 450 ب 57 جنيه. 450 جرام ب 57 جنيه. وايه تاني؟ وفي عندنا وراك 900 جرام 90 جنيه. 900 جرام ب 90 جنيه. تمام. هي موجوده في الكرتونه. وعندنا فراخ الكيلو ب 100، فرخه تيجي كيلو 200 ب 120، وفرخه كيلو 100 ب 110، فرخه كيلو ب 100 جنيه. وبرده الاسعار دي اقل من بره. اقل من بره. مفيش بره بالاسعار دي خالص. تمام. وزاره التموين موفره كل الحاجه للمواطن، مفيش حاجه ناقصه للمواطن. في اقبال من المواطنين يعني؟ في مواطنين بيجوا. المواطنين بيجوا ياخدوا بصلاه على النبي يعني، حاجات بصلاه على النبي. طب يعني ايه اللي بيطلب اكتر منك هنا؟ اللي بيطلب مني اكتر هنا الفراخ واللحمه والسلعه التموينيه وبصلاه على النبي، كل حاجه موجوده. شكرا جدا يا حماد، تحت امرك.